السلام عليكم اخواني اخواتي، لبس عليكم هانين، كل شي بخير، عواشر مباركة للجميع ان شاء الله، وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال وطولة العمر يا ربي. اليوم في هذا الفيديو جي نقدم لكم واحد العصير ديال الحامض الليمون. في هذا العصير كناخدو نصف كيلو ديال الحامض الليمون ونصف كيلو سكر سنيدة وصاشية ديال الفاني وصاشية ديال خميرة الحلويات. وان شاء الله نبدأ بالطريقة. هنا كناخدو الحامض كنرقدوه في الماء، كناخدو فرشاة كتكون جديدة ونقية، كنحاولو اننا نحكو هذيك القشرة ديال الليمون. كيف ما عارفين القشرة ديال الليمون عارفينها كيف كتكون، باش ما يبقى فيه حتى شي حاجة، اننا كنستعملوه كله بالقشره ديالو، غنطحنوه بالقشره ديالو بكل شيء ليه. ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه. وهنا كيف كتشوفوا معايا رقدنا في الماء للمرة الثانية، غنعاودو ليه نفس الطريقة، غنفكو مزيان نقطة. هنا عارفين القشرة ديال الليمون كيف كتكون، وهنا بعد ما انتهينا من التنظيف ان شاء الله غادي نشدو الحامض وغادي نقطعوه على جوج باش نفكو القشرة ديالو بكل شي ليه، بشكل هكا من الجهة اللي كتكون غليظة شوية كيف كتشوفو معايا. غادي ان شاء الله نبقاو نحكوهم قبل وحدة بوحدة، نكملو الكمية اللي عندنا ديال الحامض.
وهنا ان شاء الله بعد ما كملنا الكميه كلها ديال الليمون غادي نضيفوا ليه الساشيه ديال الفاني والساشيه ديال خميره الحلويات، وغادي نضيفوا ليهم نصف كيلو ديال السكر سنيده، ونضيفوا ليهم ايضا جيترو ديال الماء عادي. وبالنسبه للسكر على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي ناقص كاين اللي كيبغي يزيد، المهم على حسب كل واحد الذوق ديالو. ممكن تزيد على كميه نصف كيلو، ممكن تنقص من نصف كيلو. كنستمروا في التحريك كيف كتشوفوا معايا حتى كتذوب السنيده مزيان، وكينسجموا العناصر كلها مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كنحسوا بان السنيده كلها ذابت، كناخذوا سلوفان وكنغطيو به العصير ديالنا وكنخليوه 24 ساعه في الثلاجه حتى الغد، عاد كنكملوا العمل ديالنا. وهنا بعد ما دازت 24 ساعة على العصير ديالنا في الثلاجة كناخدوه وغادي نطحنوه ان شاء الله في الماكينة ديال مطيشة ماشي مولينيكس ولا. كيف كتشوفوا معايا غنحرقوه، غادي ناخدوه باش نطحنوه. هاد الغربه اللي تيكون في ماكينه مطيشه تيكون مويان ماشي كبير، ماشي الخليط وماشي الرقيق. غادي نستمروا في العمليه حتى تنفذ الكميه كلها ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا.
وهنا بعد ما طحنا الكميه كلها كنشدو صفايه وكنصفيو هذاك العصير باش الا بقات شي حاجه غليظه ولا هذا كتبقى في الصفايه كيف كتشوفوا معايا. هذا العصير كيجي هائل، مذاق روعه خصوصا في الصيف تيكون بارد كيكون شي حاجه زوينه بزاف. نستمر في هذه العمليه حتى نكملوا الكميه كلها ان شاء الله. وهنا اصبح العصير ديالنا جاهز كيف كتشوفوا معايا. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حتى نتوما. انا متاكده انه غادي يعجبكم لانه المذاق ديالو رائع جدا. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم ما تنسونيش من لي لايك والتعاليق الجميله ديالكم كيف ما العاده. اللي ما مشتركش ان شاء الله يشترك ويفعل الجرس لكي يصله كل جديد. وبشركم مبروك ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه يا ربي. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.